تفكير يستحق الحياة، برنامج يحفزنا كيف نكون مؤثرين من خلال حياة ملؤها التفكير والعطاء. إنه برنامج يسعى لرفع همم التفكر والتبصر في الحياة وللتدبر في كل ما حولنا. برنامج يقوم على حقائق وممارسات من أثروا مسيرة الحياة وحققوا التغيير الواضح في أنفسهم ومجتمعاتهم وصنعوا الحضارة. برنامج يوجه نحو همم عالية لكي نكون عاملين في كل ميادين الحياة، فيكون كل منا قدوة متميزين بروح ملؤها الإصرار والطموح. خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء، روح من الله سرت فيض من الحب سما. تفكير يستحق الحياة، برنامج يومي من أعداد وتقديم الدكتور محمد محجي، إخراج خالد المرباطي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحييكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم تفكير يستحق الحياة، والذي سنتناول به التفكير العلمي، فمرحبا بكم. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. سقراط هذا الفيلسوف اليوناني الفذ انتبه أيها الأحبة إلى بديهيات التفكير، فكان يرى أنه ليس من الضروري أن يكون كلامه مقبول مدام كلامه منطقي وبسيط وصادق. لقد عرف سقراط أن العطالة ليس في من لا يؤدي عملا فقط، بل العاطل من يؤدي عملا في وسعه أن يؤدي أفضل منه. تأثير تفكير سقراط هي التي جعلت أفكاره وأسلوبه مصدراً أساسياً لمعظم أعمال الفلسفة الغربية المعاصرة حتى اليوم. التفكير العلمي عند سقراط ميزه عن كل أقرانه من الفلاسفة، فقد تميز سقراط بالجمع بين التفكير الهادف والتفكير المتسائل، كما تميز سقراط بالجمع بين التفكير الهادف والتفكير الواقعي الذي يتحرك بناء الحقائق، كما تميز أسلوب سقراط بأنه يقوم على التفكير التحليلي والتفكير المبني على القيم والتفكير المبني على النظريات والتفكير المبني على النتائج والتفكير الاستنتاجي، وهو ما جمعه مع علماء من العصر الحديث كأينشتاين والعصور الوسطى كابن سينا والعصور الأولى كدافنشي. تفكير سقراط كان تفكير علمي، ولكنه تفكير بسيط وفي البديهيات، وكان أساس كل استكشافات تفكير سقراط هو التساؤل من خلال لماذا، وما هو دليلك، وما هي استراتيجيتك، وكيف قررت ذلك، وما هي الدلائل التي لديك، وما الذي جعلك تصل إلى هذه النتيجة. صحباتي الأفضل أزرع أحلام المستقبل، والقى بكرة صاير أجمل، بين أمالي دايما حالي، حلمي الغالي شاغل بالي،
هذا التفكير أيها الأحبة هو ما نحتاجه اليوم إلى مجتمعاتنا. وفي دراسة أجراها معهد ماكس بلاك المتخصص في أبحاث الدماغ، أكدت هذه الدراسة أهمية هذا النوع من التفكير العلمي للمجتمعات. فتبين هذه الدراسة أن قراراتنا تصنع في عقلنا اللاواعي 7 ثوان فقط قبل أن تصل إلى عقلنا الواعي. فعقلنا اللاواعي هو عبارة عن كمبيوتر ضخم من المعلومات المحددة لسلوكيات معينة، والتي تم بناء معظمها في السنوات الأولى من حياتنا. فالعقل الواعي الذي يتطلبه التفكير العلمي يفكر بحرية، فهو يعمل بالمنطق والحساب، ولذا يستطيع أن يخرج بأفكارنا نحو أفكار جديدة خارج الصندوق. ويقال أن سرعة العقل الواعي أكثر من 40 بت في الثانية، كما أن التفكير العلمي يؤثر تدريجيا في تعديل برمجتنا وسلوكياتنا المخزنة في عقلنا الواعي، علما بأن سرعته تصل إلى 1,000,000 مرة أسرع من العقل اللاواعي. فالتفكير العلمي هو ذلك التفكير الذي يقوم على البحث والتطبيق للمنهجيات العلمية التي تستخدم هذه القدرات العقلية في العقل اللاواعي والعقل الواعي، فتحسن من طريقة أحاسيسنا وسلوكياتنا وقراراتنا وخياراتنا في الحياة، وأيضا تطور مع الوقت طريقة انفعالتنا، وهذا ما سيجعلنا مميزين فلا نندفع إلى القرارات بسبب ما حولنا من ضغوطات. هذا النوع من التفكير العلمي سيقودك بكل رضا إلى أن تضع كل ما كنت تعتبره من المسلمات تحت الفحص والتمحيص والامتحان، لتستكشف خيارات جديدة لم تكن معروفة لديك، لدرجة أن الأفكار التي كانت تعتبر فرضيات غريبة ستكون كأنها مواصفات دقيقة تتحقق وتتعرف من خلالها على الحقيقة التي تبحث عنها. فهذا النوع من التفكير يقوم على الملاحظة، والتي تحفز حجم عدم المعرفة وتحدد مستوى الجهل لما لا نعرفه وليس لما نعرفه، وبالتالي تحفزنا على التفكير الذي يرقب في الاستكشاف والتساؤل على مستوى البديهية. حياتنا غير لما تملأ بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أيام نسابق الطير ونجاري ونطير آمنا بتغيير شباب حقق أحلاما طمن وامن لننا نبضى وعينا ولننا قوة تنينا وملنا غيره مالا غيرنا قصتنا لهذا اليوم عن موضوع التفكير العلمي غير المقيد تقوم على التجربة الميدانية. فتقول القصة إنه حينما أصدر أحد ملوك فرنسا في العصور الوسطى قرارا يمنع فيه النساء من لبس الذهب والحلي والزينة، فكان لهذا القرار ردة فعل كبيرة، وامتنعت النساء فيها عن الطاعة، وبدأ التذمر والسخط على هذا القرار، وضجت المدينة وتعالت أصوات الاحتجاجات وبالغت النساء في لبس الزينة والذهب وأنواع الحلي. فاضطرب الملك واحتار ماذا سيفعل، حيث أن معظم الناس لم يسمعوا كلامه. فاجتمع بالحكيم فقال له: أيها الملك، لن يطيعك الناس إذا كنت تفكر فيما تريد أنت لا فيما يريدون الناس. وهنا يأتي أيها الأحبة في هذه القصة دور التفكير العلمي، ولذلك نصح الحكيم الملك لكي يصدر قراراً بمنع لبس الذهب والحلي والزينة إلا على القبيحات وكبيرات السن لحاجتهم الماسة إلى ستر قبحهن. وفعلا أصدر الملك هذا القرار.
وما هي لسويعات حتى خلعت النساء الزينة وأخذت كل واحدة منهن تنظر لنفسها على أنها جميلة لا تحتاج إلى الزينة والحلي. فقال الحكيم للملك الآن فقط يطيعك الناس. هذا هو ما نقصده أيها الأحبة بالتفكير العلمي، وهو بسيط ولا يحتاج فقط إلا التفكير بطريقة مختلفة تناسب كل الظروف. مع تمنياتي لكم بتفكير يستحق الحياة، وأن نلقاكم مجددا في الحلقة القادمة بإذن الله. تهتز نفسي أنها بها الإله وأقسما، وأنه أرادها مثل السحاب انهما. تهتز نفسي أنها بها الإله وأقسما، وأنه أرادها مثل السحاب انهما. كما خلقت ملهما سأستمر ملهما، وحي السماء لي هدى صدق الضمير لي حما. تفكير يستحق الحياة، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بحجي، ومن إخراج خالد المرباطي.